مباشرة إلى اللاذقية. معنا الزميلة مها مروة من منطقة تحرسون وإضاءة على الزراعات المحمية. زميلة مها متواجدة من أحد المشاتل الرائدة في الزراعة المحمية في حرسون، يوفر أصناف جديدة من الزراعات وفرص عمل. تفاصيل أكثر عن هذا المشروع وقصة نجاح المشروع معك زميلة مها، تفضلي. نعم، تحية لكم الزملاء في استديو مراسلون، تحية لكل زملائنا الموجودين بالمحافظات وكل متابعي القناة السورية. تواجدنا اليوم في منطقة أحريسون التي تعتبر من أهم المناطق في سوريا في الزراعة المحمية، لنكون بأحد المشاتل الرائدة في هذا الموضوع، التي يعني مشروع بدأ صغير وكبر لحتى يشمل كل المحافظات السورية ويوفر فرص عمل لكثير من الأشخاص، وبالتالي يوفر أصناف جديدة أيضا من الزراعات. لنحكي أكثر تفاصيل عن هذا المشروع قصة نجاح هذا المشروع. معنا صاحب المشروع السيد نبراس حيدر، أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا، شرفتونا. نحكي بداية اليوم عن المشروع، كيف بدأ يعني لحتى وصل لهيدا الكمية الكبيرة من الإنتاج؟ بدأ مشتل حيدر الزراعي في عام 2012، وكان مشروعا تقليديا، وبدأ يلملم أفكاره وبحثا علميا توج برسالة ماجستير في عام 2017 أو 2018 مشان الدقة. كان عنوانها تسويق منتج جديد، وكان هو إعادة استخدام الشتول بعد التطعيم. هذه الفكرة العلمية لقت نجاحا باهرا في السوق المحلي، وأدت إلى انخفاض أسعار الشتول المطعمة في سوريا بأكثر من 30 إلى 50%، وزادت نسبة طلب الفلاح السوري على الشتول بعد انخفاض أسعارها. إن الشتول المطعمة تتميز بقوة ومقاومة وزيادة إنتاجية، فهذه الصفات الثلاثية ما يحتاجها المزارع السوري. وهذا الشيء يعني عمل دعم للنشاط الزراعي بالمنطقة، مثل ما عم نشوف يعني أيضا فرص عمل لكثير من الأشخاص اللي موجودين هون. نحكي عن عدد العاملين ضمن هذا المشتل، وكيف بيتم الإشراف عليهم، وأيضا الدورات اللي ممكن يتبعوها لحتى يكونوا يعني عندهم خبرة بهذا المجال. بناء مشتل بهذا الحجم وبهذه الطريقة العلمية يحتاج إلى العشرات أو المئات من العمال بشكل يومي، وإلى أكثر من 10 أو 15 مهندس زراعي يعمل ضمن هذا المشتل الزراعي، فحقق فرص عمل كبيرة وحقق وفرة للمزارع السوري نتيجة انخفاض الأسعار وزيادة الإنتاجية في النبات، أدى إلى رغبة المزارع أكثر في هذا المنتج. من مميزات التطعيم هي زيادة الإنتاجية، فيحقق وفر مادة وزيادة في الغلي للمزارع. سيد نبراس، يعني جودة الأصناف الموجودة هون، نحكي عن الأصناف أيضا اللي موجودة ضمن هذا المشتل اللي عم توفروها يعني للمزارع وأيضا للسوق بشكل عام. كل أنواع الخضروات الهجينة والمطعمة موجودة في مشتل حيدر الزراعي، يعني أي صنف بندورة موجود ومطعم وهجين. أكثر من مئات أو فينا نقول لك آلاف الأصناف يقدمها مشتل حيدر الزراعي، كل ما تحب أن تراه العين بخصوص الخضروات من البندورة الصغيرة أو الكرزية أو الكبيرة أو العنقودية أو الأسود أو الفليفلة بكامل أصنافها يقدمها مشتل حيدر الزراعي، وبأعلى إنتاجي وبأقل سعر. تمام، فإذا نحن هون موجودين ضمن هيدا المشتل، وهيدي الشتول الموجودة هون هي شتول بندورة وفليفلة وشو كمان وجبل؟ شتول بطيخ أصفر وبطيخ أحمر، وهي مطعمة أيضا وتقدم للسوق الخارجي. عفوا، هون رحنا عندنا شيء اسمه ضمن بيوت محمية وضمن أراضي مفتوحة أو خارجية. هذه الأصناف تخرج إلى باقي المحافظات السورية وتزرع في درعا والسويدة وحمص وحما وباقي محافظات سوريا، عبارة عن جبس أحمر وجبس أصفر. أيضا الباذنجان يطعم على أصل مقاوم لكل أمراض التربة. وإشراف مهندسين مثل ما ذكرت أستاذ البراس، أكثر من 11 مهندس زراعي متخصص يعمل لدى مشتل حيدر الزراعي. يعني دائما في هناك سعي لتطوير هيدا المشروع، والمشروع مثل ما ذكرنا بدأ صغير وكبر لحتى يصير بهيدا الحجم، يعني كمان في طموح أكيد لزيادة الإنتاجية لإدخال أصناف جديدة، يعني هناك أكيد كمان دراسات بمشروع بهذا الحجم، نحكي عن خططكم المستقبلية. أختي الكريمة، لولا العقوبات على سوريا وهذا الأمر الواقع لوصلنا إلى العالمي في مجال الشتول. السوري بطبعه يحب النشاط، مليء بالنشاط والحيوي، وهو شخص منتج، ففي المستقبل نعدكم أن نصل إلى العالمي في مجال الشتول والخضروات.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لحضرتك سيد نبراس حيدر صاحب هذا المشتل، وأيضا رح نكون مع المهندس أسعد وردي رئيس دائرة زراعة بانياس. أهلا وسهلا بحضرتك سيد أسعد. ميت أهلا وسهلا فيكم بانياس، يا هلا. أستاذ أسعد، يعني اليوم عم نحكي عن منطقة هي تعتبر المناطق الهامة جدا في سوريا بمجال الزراعة المحمية، وعم نشوف العديد من المشاتل يعني اللي عم تقدم أصناف من المزروعات، وهذا المشتل هو أحد المشاتل الرائدة بهذا المجال. طبيعة يعني عملكم مع هذه المشاتل وإشرافكم عليها. أهلا وسهلا فيكم بانياس. الحقيقة تعتبر بانياس هي منطقة الزراعة المحمية الأولى في سوريا على الإطلاق، اللي بتمد كامل القطر العربي السوري بالشتول وبالخضار على كامل مساحة القطر خلال فترة الشتاء من خلال الزراعة المحمية. ولرفض هذا الموضوع أنشئ العديد من المشاتل ضمن قطاع المنطقة للمساعدة في إنتاج أصناف مقاومة أو أصناف مناسبة للبيئة أو لبيئة الزراعة، وهذا الحقيقة صار بالتعاون بين وحداتنا الإرشادية ومديرية الزراعة والدوائر الموزعة وبين أصحاب هذه المشاتل اللي بتقوم بجهد كبير وعمل وتقدم لنا هالشتول هذه. ففي زيارات دورية متبادلة بينه وبينهم لمتابعة هذه الأعمال والكشف والبحث عن أصناف جديدة المنتجة وتعريف الأخوة المواطنين كمان بهالأصناف هذه وحضهن على زراعتها، وبالتالي تقديم إنتاج بشكل مناسب لكل. ايضا يعني سيد اسعد نحكي كمان عن طبيعه التربه، طبيعه المناخ هو جدا مساعد لحتى يكون يعني بانتاج هيدي الاصناف من الشتول مثل ما عم تذكر حضرتك، ويكون في مشاتل رائده بهيدا المجال. هو يبدو انتاج الزراعه المحميه هو تم اختيار المناطق عندنا بالساحل السوري لانه هي من البيئات المناسبه جدا جدا من حيث التربه ومن حيث ارتفاع الحراره، وخاصه خلال فتره الشتاء وعدم وجود البرد، او هذا ساعد كثير كثير بانتاج. والحقيقه عندنا تربة مميزه منطقة بانياس ما ساعد، وخاصة في زراعة أصناف البندورة أو البتنجان أو الخيار أو الفليفلي وغيره من المزروعات ومن المشاريع فعلا الرائدة اللي تم تطويره بشكل دوري وبشكل كبير جدا. هذا المشتل اللي بنعتز بوجوده ضمن قطاع منطقتنا، ففي تعاون دائم نحن وياهم وجماعة كتير كتير عم ينتجوا أصناف مميزة لكل المنطقة، ولا بل حتى تعدى ذلك إلى محافظات أخرى حتى يصل إلى كل محافظات سوريا، وهذا شيء بنعتز فيه ومما ساهم حتى في خلق فرص عمل مساعدة وإضافية لكثير عائلات بأمس الحاجة، وهذا شيء كمان ترفع لهم القبعة يعني أصحاب المشتل. والحقيقة نحن بشكل عام في تعاون دائم بيننا وبينهم من خلال وحداتنا الإرشادية بشكل دوري يعني بشكل أسبوعي بيطلع مهندسينا بالوحدات الإرشادية اللي عندهم على المشتل بشوفوا شو في أصناف جديدة شو في، وبالتالي نحن عم نحض مزارعينا من خلال وحداتنا الإرشادية لتبني زراعة هذه الشتول المقاومة لمرض معين أو اللي عم يعطي إنتاجية أحسن، أو وهذا عمل مستمر ودائم وإن شاء الله يا رب. وحتى نحن في شغلة كتير مهمة بهالظروف اللي عم يعانوا منها، وخاصة بظل نقص الوقود، نحن السنة دعمنا مشاتلنا من خلال المحافظة ومن خلال مديرية الزراعة ووزارة الزراعة بالمازوت الزراعي، وهذا ساعد كتير كتير بتخفيف الأعباء عن مشاتلنا بشكل عام. ويا ريت إذا نستمر بهذا الموضوع لتقديم الأفضل وإن شاء الله خير. شكرا لك ومشكورة جهودكم أيضا بدعم هذه المشاريع. المهندس أسعد وردي رئيس دائرة زراعة بانياس، شكرا لحضرتك أيضا كمتابعة أيضا لعمل الوحدات الإرشادية وإشراف على هذا المشتل وأيضا المشاتل الموجودة بالمنطقة. معنا المهندس نزار أسعد رئيس وحدة الإرشادية في حريصون. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم يا هلا. يعني سيد نزار، عم نحكي اليوم نحن كزراعات اليوم وهذه المشاتل اللي موجودة هون أكيد بدها إشراف، بدها خبرات أيضا للإشراف على هذه الأصناف من مشاتل، فنحكي بشكل عام عن طبيعة عملكم. طبيعة عملنا بالدرجة الأولى هي طبيعة عملنا إرشادية بحتة، وبالحقيقة هي مزدوجة بين المشاتل والعمال بالمشاتل بين
المزارعين مثل حلقة وساطة. نحن بنقدم ندوات وإرشاداتنا للعمال بالمشاتل بالاشتراك مع مهندسين المشتل، وبنفس الوقت الوصول طبعا لشتول سليمة خالية من الأمراض ومقاومة للأمراض المنتشرة حديثا البيوت البلاستيكية. وبنفس الوقت بننصح المزارعين باقتناء هاي الشتول كحل للبيعانة طبعا مشاكل التربة، كحل جذري ومية بالمية ومضمون لهم بالقضاء على الأمراض ولزيادة الإنتاج بنسبة كبيرة جدا جدا. يعني عم نشوف يعني أعداد كبيرة من العاملين الموجودين ضمن هيدي المشاتل، في يعني دورات من خلال الوحدات الإرشادية لحتى يكتسبوا خبرة أكثر. هي هلا حاليا ما فينا نقول دورات بمعنى دورات، هي عبارة عن ندوات بشكل أسبوعي. بيجي أنا على المشاتل، المشتل هون مشتل حيدر الزراعي، أو بيجوا زملائنا المهندسين، بنشوف الشغل، بنعطيهم ارشادات ما يتعلق من بدايه الزراعه حتى السقايه حتى المكافحه لكل شيء بهدف الوصول للانتاج شتول سليمه. تماما. نحن هلا عم نتابع هيدي الاصناف اللي هي موجوده هلا هون بعدسه زميلنا المصور علي مقصود. هيدي الاصناف هي مثل ما تم ذكر، هي كل اصناف الخضروات، كل اصناف الخضروات المحميه اللي بتنزرع بالمنطقه، بالاضافه للاصناف البطيخ والجبس والمعدل الزراعة للداخل الريف الداخلي. شكرا لحضرتك ومشكورة جهودكم. المهندس نزار أسعد رئيس وحدة الإرشادية في حريصون، شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم الله يعطيكم العافية. نعم، يعني زملاء مثل ما تابعنا بهيدي المشتل اللي هو مثل ما ذكرنا هو مشتل رائد في مجال الزراعة المحمية وبيوفر فرص عمل كتير كبيرة. هذا يعني كمشروع بدأ بمشروع بفكرة صغيرة وكبرت لحتى يعني تمتد لكل المحافظات السورية، توفر فرص عمل لكتير من الأشخاص، وأيضا ترفض السوق يعني بالنشاط الزراعي، يعني يصير في إنعاش أكثر للنشاط الزراعي بالمحافظات بشكل عام. أكيد يعني هون هي فكرة بدأت صغيرة وكبرت، وهي نموذج لكثير من المشاريع اللي الرائدة والناجحة بهذا المجال. عودة لعندكم زملاء.